لكن أهم شيء إنه المرأة لازم تحافظ على صحتها صح. على جسدها عشان نقدر إحنا نواجه كمان الصعوبات صح. اللي بتجينا من الصبح لليل صح وتعطين لأن الأسرة كلها صحيح. تعتمد عليك أنتي مليون فأنتي لازم تكونين صحية وشاطرة وجاهزة فاليوم وصفاتنا تساعد على هذا الشيء بنسوي الكينوا اللي الناس دائما متعودة تسويها بطرق باردة وبطرق سلطات التقليدية بنسويها بطريقة ثانية تمام بنطبخها مع روبيان وحتى الروبيان بنشوي يعني بتكون مع إضافة خضروات مثل ما تشوفين أوكي. بطريقة جديدة لا ما شاء الله الطاولة اليوم الطاولة عامرة عندنا اي والله أول شيء بنسوي بنطبخ عندنا الكينوا بنحط عندنا الزيت طبعا زيت الزيتون وبنحط عليه الثوم هذا الثوم اوكي وعندك تبتعدين قلتي ثوم وبتعدتي شوفي والله الثوم مو بطل هو البصل اللي يمسك هو البصل صح والله من صح صح. مزعج بس الثوم لا كذا حلو لا الثوم الثوم حلو بالضبط وانا ما ابغى يستوي وايد ابغى بس تطلع ريحته شوفي بس على طول طلعت ريحته بننزل عليه الكينوا اللي عندنا تمام وبناخذ حمستين الكينوا ما في داعي يغسلونها قبل ما تتغسل ما في داعي للغسيل للكينوا ولا تنقيع ولا ينقعونها وفي الكينوا الحمراء كمان في الالوان مختلفه عندك الحمراء الداكنه في على بني ممكن تطبخين الثلاث الوان مع بعض ما في اي اختلاف في القيمه الغذائيه بس الاختلاف في اللون اوكي شوف الريحه طلعت يمكن في شيء اقل لا 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 زي كذا لا ابدا القيمه الغذائيه نفس الشيء بخليها بس تاخذ طعم سريع وانا عندي هني مرقه خضروات بضيفها عليها ونخليها تنطبخ ما في اسهل من تقريبا كم حطيت لانه احنا هذا المعيار تقريبا شوفي ان شلون تقيسينها انه يغطي لانه خاصه احنا بنستخدمها كانها يعني بنطبخها ناكلها حاره فانه يغطي الكينوا اذا احتجنا انا الخلطه مالت الروبيان بخليها شوي سوسي وبنرجع نضيفها عليها فما في داعي ان احنا نزيد في المايك يلا اتذكر الكينوا اول ما طلعت سميه تتذكري قبل كم سنه هبه صار اصلا ما حد كان عارف كينوا بعدين فجاه طلعت وكل واحد يسميها باسم كينوا صح كينوا كينوا كل يعرفه كيف حد بكل الاكسنس ولا هم فاهمين شو معناها وما احنا عارف والله انا ما كنت عارفه ايش معناها اصلا لانه طلعت فجاه لكن دحين صار حلو انه معتدله صار معتدله وانت تلاحظين ان كل فتره يطلعون ترند جديد اوكي الكينوا الكيل ما ادري شو الكيل يا الله على الكيل وكيل تشيبس وكيل ما ادري ايش ماشي كل شيء كيل مع انه انا صراحه ما يعني ما ناسبني ابدا لا ولا انا مع انه مغذي كثير مغذي ممكن تستخدمينه في العصاير لسه كنت حقول لك بس انه صراحه كأكل كأكل ما انا بعد ما حبيته غريب تمضغيه كذا غريب صح غريب صح احس نفسك يعني مش الشيء الوضع الصحيح الحين خلطة الروبيان اللي بنسويها الروبيان نقدر ننظفه دائما ونخلي كمية عندنا بسيطة في الثلاجة أوكي. يعني من الأشياء الأسرع للمرأة العاملة تقدر تستخدم الأشياء المنظفة حتى الكينوا على فكرة نقدر نطبخها ونحطها في تبوير ونخليه في الثلاجة بس كم يوم يقعد الكينوا يقعد من خمس إلى من خمسة أيام الأسبوع خاصة في الوسط يعني يفرق وين احطها في الثلاجه اتمنى مره نسوي حلقه عن تقسيم الثلاجه من عيون صدقين اغلب الناس والله اغلب الناس ما تعرف شلون تحط الاغراض في الثلاجه والله انا ما اعرف شلون شفتي وهذه هذا شيء وايد مهم بس هو يعني البديهي انه مثلا الاجبان فوق إنزين. بعدين في النص الخبز انت تعرفين اخر وتحت درج. الخضار والفاكهه هو المفروض اللي تحت تقدرين تحطين فيه اللحوم اوكي لان درجه البروده والحراره في كل قسم موزعة. لا معنى موزعة طب هو اللي باعني الثلاجة مفروض يقول لي هذا الكلام مفروض يشرح لك هذا كله صح هو اللي غلطان يعني وخاصة اليوم ويوم المرأة حلو حلو موضوع حلو صراحة صراحة ومختلفة تعرفين لأن في أشياء معينة الناس وحتى مثلا أنا بتكلم بعد عن موضوع أن أنت تتبلين الأشياء وتحطينها في الثلاجة لأنه وايد تفيد في المانجمنت مال الوقت أي خاصة الناس اللي تشتغل أو عندها مثلا عائلة كبيرة بالضبط وتبين وآخر شيء المرأة تبغى تسويه بعد دوام أنه تروح تطبخ لسه تعالي طبخي إكزاكتلي بس لو كل شيء جاهز بس ترمي كله مع بعض على النار وخلاص وحتى تعلمين أن يعني أفراد الأسرة الثانيين اللي معاك في البيت اللي يقدرون يدخلون المطبخ أسهل من شيء ما في الشواية موجودة على طول شوي أو في الفرن فنبغى بعد نسوي مره وصفات سريعه سهله وطرق تتبيل ونتكلم عن مده الحفظ الدياي في الثلاجه قد ايش يعني مثلا لما تحطينه في متبل عندك اسبوع تقدرين تستخدمينه ديورينج ذا اسبوع في المكان الصح اوكي والتتبيلات اختلافها ممكن يتفرزن حتى التبلينه وتفرزنينه بالتتبيله اوكي فيعني في وايد اشياء نقدر نتكلم عنها تفيد المراه غير عن الوصفات الحين الوصفات صايره يعني عالم من الوصفات صحيح فان شاء الله نسوي لنا كذي برنامج حلو
نطلع فيه باشياء جديده. لا والله هذا ضروري. انا ضفت بابريكا شوي وضفت زنجبيل باودر شوي وثوم باودر شوي وفلفل اسود شوي. وطبعا الروبيان. تحب البودرات سمية؟ شوفي البودرات مع اكلات معينه. وبعد من الاشياء اللي نحب نقولها ان البودرات لا تشترون كميات كبيره وتخزنونها. أوكي. لان تروح الروائح العطريه مالها. فالافضل دائما ان تسوون كميات صغيره تخلصونها وعقب تسوونها، خاصه المراه اللي ما تقدر تروح تشتري الفلفل الاسود وتنظفه وتطحنه. فدائما الكميات هو جاهز اكيد. هو جاهز. أيوة. يعني لا الحين انا اسوي كله نفسي. كله بنفسك؟ كل شيء بنفسي طبعا. ما شاء الله. يعني البهارات كلها بنفسي. بس اللي ما تقدر مش شيء غلط. أيوة. كل انسان ومسؤولياته ووقته. فنقدر ان نشتري الاشياء بس بكميات بسيطه الافضل. والله يا سميه في السوبر ماركت صار في بهارات مشكله عربيه، بهارات مشكله هنديه صح. بس حط ساره يعني الحين لما ماما تطرش لك بهارها ايه؟ احلى ولا السوبر ماركت احلى؟ والله ماما عمري ما سوت لي بهار. أفا. والله احنا ما نسوي. انا اللي بطرش لك. احنا يمكن في خاصه في جده خلينا نتكلم ما نسوي بهارات بس نسوي الدقه. أوكي. كثير أوكي. السيدات صح. الكبار في البيت يسوونها السمسم مع الكمون وفي كذا لها خلطه معينه. لها خلطه لذيذه الصراحه. صراحه ما والله اول مره ترى ما اجيب لك هي خلاص خلاص دان دان. يعني الصبايا الله يحفظهم الشفات السعوديات صديقاتي بعد اكيد الحين بيسمعونا. اي اكيد تبتدي الاشياء توصل لازم. شوفي انا سويتك والربيان من البروتينات اللي تستوي في اسرع وقت ممكن صح. ما نبى نطبخها بزياده يعني. حطيت له شويه بس في نفس الوقت الربيان انه لو ما انطبخ عدل في هذه العضه كذا صح. صح. ما هي طيبه ترى هي الحين هني على والربيان اذا فرش ينطبخ باسرع ما يبال اكثر من 7 دقائق. اوكي بحط له بروكلي مبشور. شوفي بروكلي مبشور تعطيه نكهه حلوه. وفي اطفال وايد في البيت او افراد في الاسره ما يحبون البروكلي ازا بروكلي. هالطريقه انت تسلكين المواضيع ياكلون بروكلي وهم مو حاسين اكلوا بروكلي. اوكي ممتاز هذه ممتازه للاطفال يعني صراحه. وبحط شويه المكون الحلو اللي بيعطي اختلاف الزعفران. وطبعا الزعفران لما نحطه دائما ما نحطه شيء يفضل ان انت نفركها نفركها شوف الدلع عشان تطلع كل الروائح جميله. تعمل له مساج سمية. يعني لازم لازم البهارات يعني فيها اسرار من الروائح والنكهات. والله طب كمان هذا موضوع حلو سميه طبعا نتكلم عن البهارات وبما انك تعملي خلطاتك عالم كذا خلطات عالم عالم بروحه والله ان شاء الله. انا بطرش لك البزار مالي. اوكي هاني عيبه طرش له ذيك المره ايه؟ كانت والدته موجوده الله يحفظها. هاني عجبه؟ عجبه ويعني كيف عليه. انا ما اثق بذوق هاني. افا صدق؟ لا لا ما يعتمد عليه؟ امزح معك لا. والاضافه اللي بعد بتعطي طعم مميز مبشور جوز الهند. اوكي فبتعطيها طعم وايد مختلف. فبروكلي وجوز الهند وشوية زعفران. نخليها على نار خفيفة خلاص تقريبا. نبتدي نشوف نطلع على عندنا الكينوا. شوفي اوريدي يعني ما شاء الله بخفف عليه جدا وبخليه. وبنبتدي نسوي وصفتنا الثانية لأن نحتاج نجهز لها وصفة سهلة جدا. البرغل تطبخينه وتخلينه في الثلاجة عندك تستخدمينه أي وقت. مكونات اللي موجودة عندك أنا احب اخلط معاه العدس البني او الاخضر تمام بعد ينطبخ وينحفظ. طيب ايش رايك نرجع لك بعد شويه سميه ونشوف كيف تعمليها ونحطيها مع بعض عشان ما ننسى الموضوع. أكيد. اوكي تسلمي الايادي.